بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب التعليم المفتوح، بنستكمل المحاضرات الباقية لينا والناقصة من خلال العرض باوربوينت مع وجود صوت. وبحب أفكركم إن بالنسبة للوحدة الثانية اللي هي المعاملات المالية بعملات أجنبية والمعالجة المحاسبية الخاصة بها، فأنت عندك الشرايح من 1 لحد 29، ده كنا شرحناه في المحاضرة الأولى، وبالتالي العرض بتاعنا هيبدأ من الشريحة الثلاثين اللي هي بتتكلم على المدخل الثاني أو المنهج الثاني لمعالجة المعاملات المالية للعملات الأجنبية، وهو مدخل ازدواجية المعاملة. بالنسبة بقى للأسلوب الثاني لمعالجة المعاملات المالية اللي بعملات أجنبية واللي حدث فيها اختلاف في سعر الصرف بين واقعة النشوء وواقعة الانتهاء أو السداد أو التحصيل، فالمبدأ دوت أو المدخل دوت أو المنهج دوت بيعتمد على ضرورة الاعتراف بوجود أي مكاسب أو خسائر بتنتج عن التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. وبالتالي إذا كان التغير في سعر الصرف من بدء العملية حتى تاريخ نهايتها ترتب عليه ارباح، فلازم نعترف بهذه الارباح اللي هنفتح لها حساب خاص بيها بنسميه حساب ارباح الصرف الاجنبي ونجعله دايم بقيمه هذه الارباح. واذا كان التغير في سعر الصرف نتج عنه خسائر فبنخصص له حساب خاص مستقل ايضا بنسميه حساب خسائر الصرف الاجنبي وبنجعله مدينا بهذه الخسائر. وعشان نوضح هذه الفكره هنعرض المثال التالي. فالمثال بيقول ده خاص بعملية بيع، يعني مبيعات خارجية تصدير بعملة أجنبية والمعاملة منتهية بتنتهي في نفس السنة. فبيقول لي في 15/8/2014 قامت الشركة المصرية للتجارة ببيع بضاعة على الشركة الكويتية ب 20,000 دينار كويتي، يبقى الصفقة ب 20,000 دينار. تم الاتفاق على تحصيل قيمة المبيعات من الشركة في 14/9/2014، يعني أي في نفس السنة المالية، وبالدينار الكويتي. وكانت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري كانت كمان في 15/8 اللي هو تاريخ التعاقد كان 20 جنيه، في 14/9 كان 20 جنيه و60 قرش. المطلوب المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة المصرية طبقا لمبدأ ازدواجية المعاملة أو ثنائية الصفقة وبيان الأثر على القوائم المالية في عام 2014.
بنبدأ بالملاحظات. زي ما قلنا العملية السابقة بتنتمي للعمليات التجارية المنتهية، حيث أنها بدأت في عام 2014 وبرضو انتهت في عام 2014. طبقا لهذه الطريقة أو هذا المنهج بيتم الاعتراف بالتغيرات في أسعار الصرف باستخدام حسابي مكاسب من عمليات الصرف الأجنبي أو أرباح الصرف الأجنبي أو خسائر من عمليات الصرف الأجنبي، أو استخدام حساب واحد يسمى حساب مكاسب أو خسائر الصرف الأجنبي يكون مدينا في حالة وجود خسائر، والعكس بيكون دائم في حالة وجود مكاسب. لو رحنا للمعالجة المحاسبية، الجدول اللي هو موجود في الشريحة 34 جدول عادي اللي احنا عارفينه، في عندي خانة للمدين وخانة للدائن، خانة العمدة الأجنبية ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، وعندي خانة للبيان وخانة للتغيير. فعند التعاقد في 15/8 أنا عندي صفقة ب 20,000 دينار كويتي، الدينار في التاريخ دوت محسوب على 20 جنيه، فعندي صفقة ب 400,000 جنيه، بجعل حساب العملاء بالخارج مدين وحساب المبيعات الخارجية دائن. يوم 14/9 حصل تسوية الزيادة في سعر الصرف، ودي عملية ترتب عليها إن المبيعات زادت قيمتها، بدل ما كان الدينار محسوب على 20.6 أصبح محسوب على، بدل ما كان محسوب على 20 أصبح محسوب على 20.6، ففي عندنا مكاسب نتيجة تغير في سعر الصرف قدرها 0.6 مضروبة في ال 20,000 دينار، فيعملوا لي 12,000 جنيه بحمل بيهم العملة بالخارج وبضيف القيمة إلى حساب أرباح الصرف الأجنبي أو مكاسب الصرف الأجنبي. الكلام دوت يوم 19/9. في نفس التاريخ هنحصل قيمة المبيعات بتاعتنا، فلما هنحصل بقيمة سعر الصرف الحالي، فعندي 20,000 دينار مضروبين في 20.6 هيتحطوا في البنك، يبقى البنك عملات أجنبية مدين، وبقى في الحساب عملة بالخارج ب 412,000. وبعدين بعمل الإقفالات في الآخر، فعندي حساب مبيعات وحساب مكاسب الاثنين حسابات منتهية، فلازم يتقفلوا في قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر في نهاية الفترة. فالمبيعات والمكاسب الاثنين حسابات داينه، فعشان يتقبلوا بيجوا عكس طبيعتهم فبنجعلهم حسابات مدينه عشان نلغي الارصده الخاصه بيهم، وبنودي القيمه او بنعلي القيمه على حساب ملخص الدخل. بالنسبه للاسرع القوائم الماليه، فطبعا قيمه الدخل راح لها اي بندين دلوقتي. البند الاولاني مبيعات ب 400,000 وعندي مكاسب صرف اجنبي ب 12,000، فهيظهر عند ضمن الايرادات 400 في المبيعات و12 جايين من ارباح الصرف الاجنبي، وفي الاصول الاصول المتداوله البنك عملات اجنبيه هيبقى ظاهر في 412,000 جنيه. ده بالنسبه للاثر على القوائم. المثال الثاني هو تقريبا نفس فكره المثال الاولاني، بس كل الموضوع بدل ما كنا بنشتغل على معامله منتهيه هنا هنشتغل على معامله ممتده. فبيقول لي في المثال السابق، بفرض ان قيمة البضاعة اتفق على ان يتم تحصيلها في 14/2/2015، يعني تجاوزنا السنة المالية، وبنفس سعر الصرف السابق اللي هو كان موجود اللي هو 20.6، ولكن سعر الصرف اللي كان موجود في 31/12/2014 كان 19.8 لكل دينار كويتي. فبرضه عايز المعالجة المحاسبية وعايز الأثر على القوائم المالية. فلو رحنا للمعالجه المحاسبيه اللي هي الموجوده في الشريحه 37، برضو نفس الجدول هو ما اختلفناش، تمام. القيد اللي موجود في 15/8 في 15/8 مش هيتغير، برضو عمله مبيعاته بنفس القيمه اللي موجوده في هذا التاريخ اللي هو كان 20 جنيه للدينار، فيعمل القيمه 400,000 برضو عمله مبيعات. هنيجي بقى يوم 31/12، ده تاريخ اقفال، لان هنا بيتم اعداد قوائم مالية ختامية، فلازم نشوف سعر الصرف الجاري في هذا التاريخ اللي هو 31/12 كان كام، وما ترتب عليه بقى من فروقات، سواء ونحسب ما ترتب عليه من فروقات سواء كانت ربح او خسارة. فلقينا ان سعر الصرف في هذا التاريخ نزل بقى 19.8، يبقى في عندي فرق انخفاض في قيمة المبيعات، فبيترتب عليه خسائر حدث نتيجة تغير سعر الصرف، فبنفتح لها حساب مدين بنسميه خسائر الصرف الأجنبي، عبارة عن ال 20,000 دينار مضروبين في 2.10 فيعملوا لنا 4,000 جنيه، بنجعل حساب الخسائر مدين وحساب العملة داين، زي ما عملنا في المرة اللي فاتت في المثال السابق لما كان الفرق ربح حملناه على العملة لصالح الأرباح، هنا الفرق خسارة فبنحمله على الخسائر وبنخفض بيه المديونية إلى اللي على العملاء اللي بقيمة العملة المحلية. يوم 31/12 أيضا ما ننساش ده تاريخ إقفال، فهيتم إقفال حسابين. حساب المبيعات الخارجية بما انه هو حساب منتهي ب 400,000 هنوديه على ملخص الدخل،
وحساب خسائر الصرف الاجنبي، الاثنين هيتقفلوا، بس واحد هيتقفل مدينا والثاني هيتقفل دائنا. فالمبيعات هتتقفل مدينا عشان نجعل رصيدها صفر، وخسائر الصرف الاجنبي هنجعله دائنا عشان نجعل رصيده صفر، ان هو اساسا حساب مدين، فعند الاقبال يبقى الحساب دائن. لما نروح بقى في 14/2/2015 هنلاقي سعر الصرف ايضا اتغير من 19.8 بقى 20.6، مما ترتب عليه وجود زياده في سعر الصرف، ودي ناتجه عن عمليه بيع، يبقى الزياده دي هيترتب عليها مكاسب. فبمقدار الفرق اللي هو 8/10 هضربه في ال 20,000 دينار، يعني يجي 16,000 جنيه هنحملهم على حساب العملاء نجعله مدين، وحساب مكاسب او ارباح الصرف الاجنبي هنجعله دائنا. في نفس التاريخ بقى اللي هو 14/2/2014 هيتم تحصيل بقى المستحق نقدا، فهيخش البنك 20,000 دينار محسوبين على 20.6 يعملوا 412، ونقفل حساب العملاء اللي هو كان مديون ب 400 وبعدين بقى دايم ب 4 بقى مديون ب 396,000، وبعدين دخل له 16 فاصبح مديونا ب 412، فهنقفله دائن ب 412. يبقى كده الحساب اتقفل وسجلنا العمليه تمام، اللي هي دخلت في سنه ماليه تاليه. لو رحنا بقى نشوف الاثر على القوائم الماليه في 2014 او في نهايه 2014، هنلاقي ان قائمه الدخل لها حسابين، حساب مبيعات ب 400,000 ضمن الايرادات، وخسائر صرف اجنبي ب 4,000 ضمن المصروفات. قائمه المركز المالي هيبقى في عندي العملاء ب 396,000 جنيه فقط، اللي هم 400 بتشال منهم الخسائر اللي احنا سجلناها يوم 31/12. اما الربح اللي هو اتضاف لهم اللي هو ال 12 فده هيظهر في 2015، ما يظهرش في 2014. الشريحة 39 دي فيها بقى الملاحظات الخاصة بالحل اللي احنا شرحناه في العرض السابق الخاص بالشريحة، اللي لخصنا الملاحظات اللي احنا قلناها على المثال السابق في مجموعة الملاحظات اللي موجودة في الشريحة 39. المثال 3 اللي موجود في الشريحة 40 ده من خلاله بنطبق نفس المنهج او نفس المدخل اللي هو ازدواجيه المعامله، ولكن على عمليه شراء بدل عمليه بيع. يبقى خدنا مثالين على عمليه بيع، وهنا بناخد مثال على عمليه شراء. فبيقول لي في 5/10/2014 قامت شركه كذا بالتعاقد على شراء بضاعه من الشركه الامريكيه للتجاره بمبلغ 100,000 دولار امريكي. يبقى عمليه شراء مش عمليه بيع بقى هنا، لكان بمبلغ 100,000 دولار امريكي، وتم الاتفاق على توريد البضاعه وسداد الثمن كاملا في 31/12/2014 و5/3/2014. فاذا علمت ان سعر صرف الدولار كان على النحو التالي، في 5/10 كان مديني سعر، في 31/12 كان مديني سعر، في 5/3/2015 كان مديني سعر اخر. المطلوب المعالجه المحاسبيه للعمليه السابقه في دفاتر شركه الرواد باستخدام مدخل ازدواجيه المعامله، بيان الاثر على القوائم الماليه في نهايه عام 2014. اول ملاحظه ان استخدام مدخل الازدواجيه بيتطلب ضروره الاعتراف بمكاسب وخسائر الصرف الاجنبي طبقا لما ورد في معيار المحاسبه الدوليه رقم 21. على هذا الاساس هتبقى المعالجه المحاسبيه بتاعتنا بقى هتبقى ماشيه على النحو التالي، بس هنرجع بقى نستخدم المعالجة اللي احنا كنا بنستخدمها في عمليات الشراء. فبرضو عندي الجدول بتاع اليومية هو مدين داين، العمود من العملة تعمله او ما تعملوش مش مشكلة. بعدين عندي بيان وعندي تاريخ. في 5/10 اللي هو تاريخ التعاقد ده، فانا عندي دلوقتي صفقة ب 100,000 دولار، الدولار كان ب 5.95 في وقتها، فعملت 595,000 جنيه بخش بيهم على اعتمادات مستنديه لشراء بضائع، والحساب الدائن بيبقى حساب موردين بالخارج. اول تاريخ هيبني بعد كده يوم 31/12 هشوف سعر الصرف حصل له ايه؟ زاد نقص نقص، فهلاقي ان سعر الصرف زاد من 5.95 بقى 5.98، فترتب على كده ان في عندي فرق عمله بالزياده عن عمليه شراء. يبقى في هذه الحاله هذه الزيادة هتمثل بالنسبة لنا خسائر، لأن هنا تكلفة الشراء هتبقى زادت. فأنا عندي الفرق علامة 0.3،
ده بيمثل خسائر صرف اجنبي اضربها في قيمه الصفقه اللي هي ال 100,000 دولار يعملوا لي 3,000 جنيه بوديهم على حساب خسائر الصرف الاجنبي وحساب موردين بالخارج واجعله دائنا بهذه القيمه. يوم 31/12/2014 استلمنا البضاعه فبنوديها في مخزون بضاعه لو كنا بنستخدم طريقه الجرد المستمر، ولو كنا بنستخدم طريقه الجرد الدوري فبنوديها على حساب المشتريات الخارجيه. يبقى الفرق بين استخدام حساب مخزون البضاعه وحساب المشتريات الخارجيه، لو كان قال في التمرين جرد دوري فبستخدم حساب المشتريات الخارجيه، لو قال لي بيستخدم نظام الجرد المستمر فبستخدم حساب مخزون البضاعه بدل حساب المشتريات الخارجيه. فهو هنا في راس التمرين كان قال لي انه او في المطلوب في الاخير، في اخر حاجه في المطلوب كان بيقول لي ان الشركه دي بتستخدم طريقه الجرد المستمر وبالتالي استخدمنا حساب مخزون البضاعه. يوم 31/12/2014 هيبقى في عندي اقفال لحساب الخسائر فبقفله في حساب ملخص الدخل، فبجعل ملخص الدخل قديم وحساب خسائر الصرف الاجنبي ده. لما اروح بقى ل 5/3/2015 واشوف سعر الصرف هلاقي ان سعر الصرف انخفض من 5.98 ل 5.96، بقى في عندي فرق، بس هذا الفرق ترتب عليه انخفاض في تكلفه المشتريات مما يؤدي الى وجود مكاسب، او ان هذا التخفيض ترتب عليه وجود مكاسب. فعندي علامه 0.2 اللي هو الفرق مضروب في 100,000 دولار يقوم يعملوا لي 2000 جنيه بوديهم على حساب المكاسب او ارباح الصرف الاجنبي دائما، وحساب موردين بالخارج بيبقى مدينه. يترتب على كده بقى دلوقتي ان حساب الموردين كان داين ب 595 وبعدين بقى داين ب 3 بقى داين ب 598 وبعدين بقى مدين ب 2 فاصبح ما زال دائنا ب 596. يبقى لما يتقفل هيتقفل ب 596 زي ما شرح لك في الكومنت اللي تحت اللي هو بين قوسين 595 زائد 3 ناقص 2 يعني 596 دول اللي هيروح نقفلهم مع حساب البنك، فالحساب البنك هيخرج منه دولارات هتتقيم اللي هي 100,000 دولار هيتقيموا في هذا التاريخ ب 596,000 حسب سعر الصرف، ويتقفل حساب الموردين ويتقفل حساب البنك ويظهر حساب البنك عملات اجنبيه دائنا بهذه القيمه. طبعا دي الملاحظات بقى الخاصه بالحل السابق. المعامله ممتده والشركه بتستخدم اسلوب الجرد المستمر وبالتالي استخدمنا حساب مخزون البضاعه. في هذه الشريحه بقى احنا يعني بنعرض الخلاصه بتاعه هذا المدخل، ان هو بيعترف بوجود ارباح او خسائر نتيجه عمليات الصرف الاجنبي، وان بنفصل بين وقائع التعاقد والسداد كل واقعه على حده، وده المنطق الاقرب او المنهج الاقرب للتطبيق في الواقع العملي. طبعا هنا بقى الاثر على القوى الماليه في نهايه عام 2014، طبعا حساب خسائر الصرف الاجنبي هيظهر في قائمه الدخل اللي بتمن المصروفات، قائمه المركز المالي هيظهر فيها اصول لدوله مخزون بضاعه ب 595 اللي تم استلامه يوم 31/12، والموردين هيبقوا ب 598 اللي هي القيمة الأصلية بتاعة التعاقد ال 595 زائد فرق العملة اللي كان خساير بالنسبة لنا اللي هو ال 3000، فأصبح الرصيد 598 كده. يبقى الوحدة ديت أو المعالجة المحاسبية للمعاملات بالعملات الأجنبية انتهت باستخدام كل من المدخلين، مدخل وحدة المعاملة ومدخل ازدواجية المعاملة.